السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل إخواتي وكل أصحابي المتابعين في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء أو في كل ركن في بلدي وخارج بلدي. أنا النهاردة يا جماعة جاي أقول لكم باركولي باركولي باركولي. أنا إن شاء الله خلاص طلعت الولية. أيوة طلعت الولية إن شاء الله، وهتجوز ويوم الخميس إن شاء الله، والخميس اللي جاي، ايوه الخميس اللي جاي، لا اللي بعده، لا اللي بعد اللي بعده اللي بعده، انا بعزمكم كلكم الخميس اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي فات ان شاء الله قدم الكتاب. عاوزكم تيجوا كلكم، بس اللي هيجي يجيب معاه دكر بط وجوز حمام واي حاجه كده يعني، ما تبقوش بخل. ها انا نزلت مصر يا جماعه، وفي واحد عزمني على العصير ده، انا بصراحه مش عارفه اناناس ولا موز، اهو حاجه كده حلوه وخلاص. عاوز اقول لكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين ومعزومين على الحاجات الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين يا ناس يا حلوه يا معسلين يا مسكرين يا حبايب، وشكرا لحسن استماعكم.